علو الحديث عند القدماء ليس بعلو الطريق. علو الحديث عند القدماء. أمس كنا نقرأ، أمس قبل أمس كنا نقرأ مع بعض الأخوان عبارة الشيخ المفيد في إسناد كتاب سليم بن قيس الهلالي، أنه يعتمد عليه وكذا، لكنه شأن بقية كتب الحديث يعرف الذي يعتمد عن الذي لا يعتمد، كما كتاب الكافي كتاب الكتب الأربعة، إنما يعرف بالاستعانة بالعلماء. هذا شيء منطق طبيعي يذكره الشيخ المفيد. هناك يذكر الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد أن كتاب سليم من مصادر الإمامية، بحظ ذيل الكلام اللي يشوف الصدر ما يعرف الذيل، لا خبرة له بالدراية والحديث أو بباحث علم الأصول. المهم هناك يذكر الشيخ المفيد هذا المطلب، أن المدار الأول كما ينقل الشيخ الأنصاري في الرسائل مبنى الشيخ المفيد رحمة الله عليه في حجية خبر واحد، وهو مبنى أكثر القدماء على الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي لا يخالف، حتى النجاشي هذا مبناه، حتى من الغضاري هذا مبناه. من الغضاري الكثير يقول احنا نجاشيون، اين انتم من النجاشي؟ نحن غضائريون، اين انتم من الغضائري؟ ابن الغضائري والنجاشي والشيخ المفيد وجل القدماء الا النادر منهم عندهم صحة المضمون هي الرتبة الاولى، ثم صحة الكتاب الرتبة الثانية، ثم صحة الطريق الرتبة الثالثة. لاحظوا عبارة الشيخ الأنصاري فيما ينقله في الرسائل في حجية خبر واحد من كلام القدماء. لما؟ لأن المضمون دراية المعنى، الطريق دراية الرواية والسماع، وطريق حصري عند الحشوية والقشرية بصراحة، الذي يعتمد حصرا، لا أننا لا نكترث بالطريق، لكن تريد أن تجعل الحجية حصرا بالرواية بالطريق، هذا طريق الحشوية والقشرية بلا مجاملة. لاحظوا عبارات الشيخ المفيد التي ينقلها الشيخ الأنصاري وابن إدريس وابن زهرة والسيد المرتضى وغيرهم من الكبار، تحصر المدار الأول والأخير، الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء محيط، تجعله على الطريق فقط وفقط، هذا طريق حشوي من التمام قشري.